حنروح لأول فقراتنا لليوم وحنبقى بالتراث السوري والإشياء الحلوة الموجودة معنا اليوم على الطاولة. صحيح رشا، رح نكون بمحطتنا الحالية مع الأجواء الثقافية والطابع التراثي مع بيت التراث الدمشقي يلي أقام مؤخرا فعالية ثقافية فنية. رح نتحدث بشكل موسع عنا، وبيسعدنا نرحب بالأستاذ عدنان تنبكجي، شيخ كار بالفنون النحاسية والتشكيلية. يسعد صباحك. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، وأكيد يسعدنا نرحب بالمهندس أحمد سوار، حضرتك عضو ببيت التراث الدمشقي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباحكم جميل. صباح الخير. أهلا وسهلا بحضرتكم. خلينا بداية نعرف أكثر بالبيت الدمشقي التراثي. اليوم حضرتكم بضمن الجو نفسه، فهيك ناخذ من حضرتك من معلومات منكم اثنيناتكم إذا سمحتوا. يسعد صباحكم لكل اللي عم يتابعونا ومحبي التراث السوري بشكل عام والدمشقي بشكل خاص. بيت التراث الدمشقي من وجه التحية لكل أعضاء بيت التراث الدمشقي وللأستاذ هيثم طباخة اللي عطى البيت تبعه هذا، حاطه لبيت التراث الدمشقي مجموع فيه التحف الفنية القديمة من الألف إلى الياء، يعني كل شيء كان حاجيات الواحد يستعملها أيام زمان موجودة بهذا البيت العريق. ونحن تابعنا موضوع النشاطات انه تكون فعاليات متتاليه، تقريبا كل شهر فعاليه عم تكون فيها فعاليات، كمان بهذا الحدث اللي عم نساويه من الحكواتي. يعني احنا ما عم نكتفي بس فقط بالحتف وبالتحف، وانما بالعادات والتقاليد. بنبدا بالتعرف ببيت التراث، بعدين نشرح عن تراثنا السوري العريق والدمشقي بشكل خاص، وبنحكي عن العادات والتقاليد من الأمثال الشعبية وموضوع الحكواتي، موضوع السيف والترس، موضوع الميلوية، موضوع كيف كانوا من زمان يعيشوا هاي الطقوس الجميلة الحلوة عم نعيدها من أول وجديد وبكل مكان. إن شاء الله هلأ إحنا عم نوجه نداءات وخلال شاشتكم أنه هذا المكان بيتنقل من حي لحي، آخرها كان بسوق ساروجا ببيت صديقنا الأستاذ أبو رياض الفحل، هيثم الفحل حطلنا هذا المكان وتبرع أنه يكون هذا الحفل بسوق ساروجا العريق. نعم، يعني فينا نقول اليوم كل المعدات موجودة بقلب هذا البيت، يعني شايفين اليوم هيك أنتيكات جزء منها طبعاً. جزء الأكبر يعني. طيب أستاذ أحمد، هيك خلينا نحكي كونه عن الأشياء اللي موجودة اليوم وجبتونا إياها على الاستوديو، عن رمزية اليوم بالتراث. حضرتكم بتوثقوا موضوع التراث المادي ولا مادي؟ خلينا هيك نحكي أكثر عن الأشياء الموجودة عنا على الطاولة ورمزيتها. تفضل. لا، موضوع التراث المادي ولا مادي في مختصين يعني يفسروا شو هو. الأستاذ هيثم طباخة مثله في ناس كثير يعني عنا بدمشق مهتمين يحتوا مقتنيات كثيرة. الأستاذ هيثم طباخة يعني من صغره ولا عمره شيء 70 سنة، من صغره بيجمع بهالمقتنيات حتى صار عنده كم كبير حوالي 3000 قطعة، وكونه بنص البلد وبالقنوات ومنطقة كثير حلوة. هلا آخر شيء اشترى بيت وعمله متحف ثلاث طوابق وعرض هالشرقيات هي، وصار زملائه يترددوا عليه وكوننا مجموعة حوالي 10-15 شخص سمينا حالنا البيت الدمشقي للتراث. هو البيت تبعه مسميه متحف الأنتيكا، وعن طريق هالبيت صار تواصلنا مع الناس وصار يعمل فعاليات عنده ويجوا لعنده ضيوف، مثلا يجوا لعنده طلاب جامعات، يجوا لعنده قنوات تلفزيونية يصوروا. نحن يعني كدمشقيين تاريخ دمشق كثير حافل، و ومثل ما بيقولوا يعني دمشق من شمالها لجنوبها بكل منطقه فيها قطعه تحكي تاريخ، قطعه اكيد. وكثير مهم اليوم نضوي على هدول القصص. خلينا هيك نشوف بعض ال هلا هذا الابريق انا عندي نفسه، انا اليوم عندي تراث انتيكا خلينا نضمه لعندكم على البيت يعني نوثق لك اياه. نحن لما بيجوا التلفزيونات بيصورونا، يعني نحن كاشخاص قلنا انتم التراث نفسه، يعني بيبدا التراث من الشخص نفسه. حتى اللبس العربي بالفعاليات نحن عم نعيد النظر على انه نلبس اللبس العربي من الالف الى الياء، وعم نلبس اطفالنا هذا اللبس العربي، عم نعلمهم على موضوع السيف، فن
فن وعادات وتقاليد كثير حلوه بموضوع الوصف بالعراضات الشاميه والسيف والترس وكيف الميلويه بكل طقوس الحكواتي. يعني بيسالونا انه كيف كان الحكواتي من اول عمر، رجعنا على نفس الطقوس وقت الحكواتي بيحكي الحكايه وبيكون فريقين بيكون بيشجعوا بعض، احيانا بتصل المرحله على انه يتشاجروا انه لا عبله لا عنتر لا كذا، بيحكوا هالقصص القديمه واجواء كثير حلوه. وكان في العنصر النسائي متواجد والاحياء اللي حوالين المنطقه يعني وقت عم يصير فعاليه عم يصير عندهم شوق كبير انه هيك كنتوا هيك كذا، موضوع كثير حلو. ومثل ما قلت لك احنا بنشجع على انه مو بس بدمشق، بكل يعني محافظات بكل منطقه بسوريا لها تاريخ عريق، بنشجع انه بحلب باللاذقيه بطرطوس بحما الى اخره انه صاحبين الشان يعملوا هاي الطقوس القديمه لاحياء الماضي، تاريخ المجد، تاريخ القديم، كيف العراقه، كيف المحبه، كيف الاحترام. يعني اليوم احيانا البعض عم يبعد هاي العادات او بطريقه وموضوع العلمه والتطور، لا التطور بيضل الاحترام. يعني كان مثلا من زمان ما يقدر الواحد يحكي مع اللي اكبر منه الا بكل احترام، عيونه بالارض وفي عندك خشوع، في عندك رهبه مو خوف مو رعب. اليوم عم نلاقيها بعيده، اليوم الواحد بيكون قاعد هيك واخذ راحته وابوه عم يحاكي، ابوه واقف هو قاعد. نتمنى العادات والتقاليد والقيم والمبادئ اللي الغرب صاروا يتعلموها من الدمشقيين او من السوريين اللي احنا عم نبعد عنها، لا يا ريت نرجع لها بموضوع التواصل بهي الحفلات اللي عم تصير. عم يصير تعاون بينكم وبين المحافظات السوريه، في تشويق بينكم وبين اي جهه كرمال تحيوا هاي القصه ضمن المحافظات، يعني يكون لكم كذا بيت بكذا منطقه؟ الحقيقه عم يكون التواصل الاجتماعي، يعني احنا وقت نعرض الفعاليه بشوق كبير من كافه المحافظات، حتى في ناس برات سوريا تواصلوا مع الاستاذ كمان من السويد من اكثر من منطقه انه يعني صار في لهم شوق. ونحن بنلعب دور كبير على انه بعد ما رجع الامن والامان على بلدنا العريق انه نرجع الناس اللي طلعوا نتيجه ظروف ما بالحرب القاهره اللي صارت على سوريا، الحمد لله رجع كثير من الناس. عم نلعب دور بهذا العرض المتواصل تبع الاحياء التراث القديم تبع العادات والتقاليد. تمام، خلينا هيك نتعرف كمان اكثر عن الانشطه يلي قمتوا فيها، نتعرف اكثر عن اعضاء بيت التراث دمشق. عم تمر كانت معنا صور من اجواء اللي كانت موجوده، مر الحكواتي، مرت الازياء الدمشقيه اللي ذكرها من شوي الاستاذ، تفضل. اول شيء نحن مثل ما عم يحكي الاستاذ عدنان، يعني وسائل التواصل الاجتماعي وانتشار المعلومه يعني كثير اعطانا فائده كبيره لتسليط الضوء على التراث تبعنا. نحن مثل ما حكيت يعني نحن عده اشخاص نتردد لعن استاذ هيثم طباخه، مختلفي الثقافات، فينا المثقف، فينا الانسان العادي، فينا الطبيب، المهندس، كملوا بعض اليوم عم نعيش اجواء يعني شاميه حلوه. مؤخرا صار استاذ هيثم ينظم شغله مثل ما تفضل الاستاذ عدنان، صرنا نعمل فعاليات مدروسه، نجيب اشخاص، فرق عراضات، حكواتي، ميلويه، و حتى حلوه التكريزه اللي عملنا احنا تكريزات رمضان يعني من اروع ما يكون. عم نستعيد كل الاجواء الحلوه، ونحن يعني كاهل البلد يعني عم تطلع عفويه معنا لانه هيك عشناها، ويعني نحن ككبار وكصغار حتى صغير وعيان الشغلات هي. طيب بما يخص المقتنيات، كل بيت سوري يمكن عندنا على الطاوله الابريق، السفرتاس، البابور، كله موجود يمكن بالبيوت السوريه. ما يزال في بيوت كثير عم تستقبلوا مقتنيات، يعني حدا عم يحكي انه نحن عندنا مقتنيات حابين نشجع على وجودها. تمام، سؤالك كثير حلو، يعني كل واحد عنده قطعه. أنا في ناس بتقول لك بترفض وجودها، ستات البيوت بيرفضوا وجود هي القطعه القديمه. بالأول كركيب احيانا بقول لك ناقصني كركوبه. انا قلت اولى انت قلتيها. لا هي مالها كركوبه، هي تاريخ كثير حلو، وهيك كانوا البشوات من زمان يستعملوا هي القطع ويحطوها عندهم. ونحن هلا ان شاء الله بحاضنه الدمر المركزيه للفنون الحرفيه عم نعمل على توثيق وسك ملكيه لكل قطعه من القطع القديمه، وبتضل كل قطعه ما يقارب 100 سنه، 90 سنه، 80 سنه، بنحط لها ساك ملكيه وبياخذ فيها مثل جواز السفر. من وجه التحيه للاستاذ لؤي شكوى اللي عم يشتغل بهذا الموضوع
بصير لو توارثت لو انتقلت لو انباعت القطعه هي موثقه، بتضل قطعه موثقه موجوده بهذا السجل. والمده الزمنيه لازم تكون هي الى يعني فتره زمنيه، ذكرت 90 او 80 او 100 سنه، في مثلا فتره زمنيه لازم تمر لنعتبر انه هي صارت تراث؟ هلا هو بالمصطلحات العامه كل شيء فوق ال 200 سنه او ما فوق ال 200 سنه بتسمى انتيك. احنا مو اختصاصنا، اختصاصنا على القطع القديمه اللي 100 سنه و90 80 100 الى اخره. هذول احنا بنشجع على وجودها وبننصح ستات البيوت اللي عم يسمعونا او الشباب او الصبايا، القطعه القديمه هي روح، هي روح فعلا روح، ما نستهتر فيها ونضل محافظين عليها ونكتب ستيكرز من وراها تبع مين وامتى تاريخها ولشو كانت تستعمل، بتضل ذكرى عظيمه. اذا حتى هن هي يعني ما حابين يعني مثل هيك نداء، محبين هن يحتفظوا فيها ببيوتهم، ففيهم يتوجهوا لعندكم وهيك يحطوها وهيك نوع من المساهمه بالبيت التراثي. اكيد اكيد. هلا هذا كنا نشوفه بالمسلسلات فاضي اول شيء، وفي جايبين لنا شيء اليوم فيه فاضي. كثير كنا نشوفه بالمسلسلات الايام الشاميه وهدول القصص يعني، وبقي يعني بقت لحتى اليوم يعني اذا بتنزلي على سوق مدحت باشا او الحميديه نعم. بتشوف المحلات موجود يعني عم باهلهم عم يجيبوا لهم اكل ضمن هذا القطعه يعني نعم. يعني اليوم احنا ما فينا نحدد قد ايه عمرها بالضبط صح؟ هلا هي عمرها بالسبعين تقريبا، ما عندي علم، بس بدي انا اسال سؤال انه على الاغلب كلهم ثلاث طبقات يعني ممكن تعرفي ليش ثلاث طبقات؟ هلا عشان اذا في ما بعرف، هلا ما بعرف، بس انا بعرف انه اذا مثلا نوع الاكل او شيء الناس يروحوا على الشغل يتغدوا بالشغل ياخذوا معهم الصفر طاس، هي طبقه بيحطوا فيها الطبخه الرئيسيه مثلا باميه بيت مقلوبه كذا، طبقه للرز، الطبقه الثالثه للسلطه او فتوش حلايه الثالثه، كان لازم تعبوها مشان نحن اليوم نفتحهم على الهواء ونفرجيهم للناس اليوم بشكل هيك موثق ومباشر. مره ثانيه بتجيبوا لنا هدول القصص اللي حكيتوها. تمام. عم نحكي عن تراث وعم نحكي عن فعاليات حلوه، دائما عندكم نشاطات ودائما انتم مشغولين يعني، وهذا الشيء دليل على انه في حركه وفي تقبل للناس بالقصه. خلينا نروح اليوم لبكره، شو محضرين وشو الانشطه اللي عم تشتغلوا عليها؟ لا مثل ما حكى الاستاذ عدنان يعني هلا مشروع جديد، نحن هالفعاليه اللي ساويناها الاسبوع الماضي عم نحاول نعممها باحياء دمشق مبدئيا. كيف يعني اليوم كلمه تعميم، يعني انتم اليوم شو بتعملوا يعني حتى تعمموها ضمن حي ثاني بدمشق؟ من الساده الحضور يعني ما عم نقول غيره وانما محبه، انا مثلا من الميدان، هذا من باب سريجي، هذا من الانوات، احنا من الانوات، عرفتي كيف؟ كيف صارت مثلا بسوق ساروجا؟ نحن بندعي اثناء الاحتفاليه انه المره القادمه عند مين بدها تكون؟ بيطلع واحد من العضوات او من الشباب. عندكم عضوات؟ طبعا عندنا عضوات. يا باطي. بيقول بعد شهر عندي، هذا بده يساويها بالميدان، الثاني هلا عندنا بفندق بدنا نساوي الفندق القديم صح النوم، حتكون الفعاليه القادمه، بنوجه التحيه للاستاذ ايمن اوضباشي اللي هو تبرع انه تكون الفعاليه عنده. يعني شيء كثير حلو. بعدين صدقيني للطفل والكبير والصغير والصبيه، لاجل الصدفه كمان بنجرع ابتسامات كثير حلوه، لاجل الصدفه كان في عنا فعاليه عرس من الجيران اللي كانوا حضرانين هي الفعاليه، اجوا قال احنا عرسان جدال، المكسب كثير كان حلو معنا ومعهم، فعلنا لهم الفعاليه على اصولها كانه هي مصنعه خصيصا لهم، وانما هي بطريق الصدفه، في عرسان عريس لبناني وصبية شامية متجوزين جداد، ونحن عملنا لهم فعالية بالسيف والترس وكيف الوصف، وقدمنا لهم يعني عرس مجاني يعني. وعراضة مجاني. وعراضة في مطرب وفرقة موسيقية في محلاية دائما عرس الشامي كل الطقوس كانت موجودة. طيب ليه ما عزمتونا اليوم؟ والله عزمناكم بس انتم ما بتجوا بالليل. كان الموضوع متأخر على هيك قصص بنروح. طيب خلينا نحكي اكثر، ذكرت من شوي استاذ عدنان عن وجود نسائي كان ضمن هي الفعاليات، خلينا نحكي بشكل اكبر كيف اليوم عم يتواجد هذا العنصر، كيف عم يتفاعلوا؟ هلا احنا بالنسبه للوجود النسائي هن عم يكون صدفه، وقت عم يسمعوا الطرب، عم يسمعوا الفن، عم ترجع الذكريات والاجواء، يعني جو المحيط عم يكون يعني من الجيران احيانا ما بيكونوا مدعوين، وانا ما بدق الباب بفوتوا، هيك كانت الايام القديمه انه فعلا عم يتواجدوا اهليه بمحليه، واللي قايم بالمشروع بالمنطقه نفسها هو بيكون عازم له شويه اشخاص، يعني حسب المكان، المكان ما اتسع
ما شاء الله اكتظ كثير بالسكان، وحتى على الاساطيح صاروا يتناووا علينا ويشوفونا، وخاصة بالاحياء الدمشقية القديمة عم تكون طابقين او طابق قديمة، ايه كله عم يتناوى وعم ما بيقولوا انه يطلعوا ويصير منظارهم كثير حلو، ولدرجة انه صارت الساعة 12 12 ونص والناس عندها دراسات منشان موضوع الامتحانات، ان شاء الله كل ابنائنا بيكونوا من الناجحين. ايه كان كثير الموضوع حلو انه ليش خلصتوا بكير؟ وين بكير؟ صارت الساعة واحدة يعني 12 ونص. العالم اشتاقت اليوم تفرح، اشتاقت لهدول الفعاليات يعني. نحن من راعي ظروف المنطقة مشان ما نزعج الجيران، مثلا هلا فحوص وكذا يعني. صحيح. اختصرناها الساعة 11 ونص 12 بالكثير. على حسب المكان ناخذ راحتنا. ايه احيانا بيصير مناسبة بيجوا بعض الجيران بينزعجوا، انما هون صار العكس تماما، انه ليش خلصتوا بكير؟ ليش 12 ونص وبدكم تخلصوا؟ احنا من 8 ل 12 ونص الوقت جيد تعبنا يعني. بدهم ايانا نضل نستمر اكثر. تمام. اكيد كثير اليوم مهم نراعي ظروف الطلاب وخاصه ان شاء الله هيك بالتوفيق للكل. عم نحكي عن حاضنه دمار وفعاليات كثير حلوه وناس بقلب هي الحاضنه اليوم. شيوخ الكار النساء كيف وضعهم ضمن الحاضنه؟ والله اليوم المسار مفتوح. العنصر النسائي اليوم تواجده أكثر من زمان، بالنسبة للحرف كان تواجدهم جدا خجول، بينما اليوم مفتوح الباب على المصراعي. حتى الأطفال لهم نصيب عندهم يعني تعليم الأزياء والخياطة. نعم. طفل الحرفي طبعا بالصيف بالأوقات الفراغ بيتعلم. بالنسبة للعنصر النسائي اليوم إذا كان في تقصير بيكون تقصير من الصبايا أو من الستات. مين عم يدرب اليوم الأطفال إن كان أو السيدات؟ عندهم شيوخ كار في ناس وكل دورة عم يخرجوا يعني شيوخ كار جدد. نعم. يعني وصلنا هيك لختام فقرتنا معكم، تعرفنا من خلالكم على نشاطات بيت التراث الدمشقي والاجواء الحلوه اللي عم تعملوها. بدنا نشكركم كثير لوجودكم معنا، الاستاذ عدنان تنبكجي والسيد احمد سوار، اهلا وسهلا فيكم. شكرا. شكرا لكم، يعطيكم العافيه. تحيه لكل اعضاء بيت التراث وخاصه للحكواتي ابو رائد حمصيه اللي عمل جو رائع جدا، شكرا لكم. مرة تانية بتجيبوا لنا أبو رائد، خلي هيك نعيش الأجواء بشكل مباشر وتجيبوا سفرة طاس مليان نكبر هلا المكان إن شاء الله، بنعمل لكم جو كامل لوك كتير حلو يعني لازم يعني. شكرا لحضوركم اليوم وموفقين بكل نشاطاتكم. ونحن آخر كلمة أخيرة، نحن يعني هيك فعاليات ضخمة عملناها بمراكز ثقافية وأماكن دار الأوبرا ويعني على مستوى رفيع جدا، نفس الطقوس يعني في الأستاذ عدنان إن شاء الله يا رب موفقين، وشكرا لكم.